يعني مثلا يخلي الواحد ممكن يمرض انسان، ممكن يخلي واحد بدل ما يحب يكره وبدل ما يكره يحب، وهي اشياء فخفت من السبب. بس في آية في القرآن قالتها بتقول ايه؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آه قلت بس أنا لما أقرأ القرآن كتير الساحر ده ما يأثرش فيا أبدا. أعبد ربنا تمام. الساحر ده ما يأثرش فيا. أنا خفت جدا من السحر والسحر. وعرفت إن السحر ده لا يؤثر على الأنبياء ولا رجال الله لأن حتى بإعتراف القرآن. لكن جيت في مرة من المرات وانا في ثالثة جامعة قاعد مع واحد صديق ليا فبكلمه عن اللي انا بقراه في الكتب فبقول له ايه؟ ان السحر ده فيه اشياء خطيرة قوي قوي ده مكتوب في الكتاب كذا وكذا وكذا. قال لي السحر ده موجود والدليل على كده ان الرسول بتاعنا جاد فيه السحر. نعم ان الرسول بتاعنا جاب فيه السحر. هو مش واخد باله هو بيقول لي ايه؟ خلي بالكوا الرب مررني فتره ان انا عرفت فيها يعني ايه السحر ويعني ايه تاثيره ويعني ايه وحش يعني ايه تدميره للنفس الانسانيه. فراح انا جايب لي كتاب صحيح البخاري ومسلم وده اللي في الفتره دي صاحبي ده زلت للقاعده الاسلاميه بتاعتي وهو مش واخد باله بطريقه غير مباشره. وإذا حديث السحر ده سبب في نزول آخر سورتين في القرآن اللي هما النهوذتان اللي هما قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وقل أعوذ برب الناس من شر إيه الوسواس الخناس. حديث السحر ده إيه اللي حصل فيه؟ كان الجماعة في قريش كانوا عايزين يعرفوا محمد نبي أم ليس نبي لأن محمد بعد 40 سنة دعا النبوة وكان في الفترة الأولانية بيروح معاهم يعبدوا الأصنام. فقال أنا نبي. فكان في ساحر وكاهن يهودي اسمه لبيد ابن الأعقم. وفي روايات أخرى بنات لبيد ابن الأعقم. لأنه ما أكثر الروايات لأنه اللي قائلها البشر. فتلاقي الروايات مختلفة مش واحدة. فقال لبيد ابن الأعقم سأجرب سحري فيه. فعمل له سحر. تنشط ومشاطة وبص نخيل. فمكتوب في كده انه سحر محمد فقال من سحرك؟ قال قال لبيد بن الاعقم. فاعلن له جبريل بعد كده انه اذهب الى البئر وهتجد السحر وطلعه وتفشل. مكتوب ان محمد لما اتسحر حصل له ايه؟ كان يهيئ انه اتى زوجاته وهو لم ياتهن. السحر بيخلي بالكم بيلخبط الذهن بيلخبط المخ بيخلي الانسان يتهيأ له اشياء خيالية مش حقيقية. يعني احيانا ممكن انسان يبص هو مطلوب يبص الانسان تاني كأنه حيوان قدامه تأثير شيطان لان الشيطان له قوة مدمرة على النفس الانسانية. ايه اللي حصل؟ لانه كان بيهيأ له انه اتى زوجاته ولم يأتين كان متجوز بكثيرات اللي أعطوهم إيه 16 لكن إيه ما خفي كان أعظم لأنه وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي فاستنكحها من دون المؤمنين فهي خالصة لها. يعني خلاص مباح إيه تصريح الزوجة حصل فكانت عائشة صغيرة فاشتكت لأبو بكر وقالت له لأبوها الرسول ما بيأتنيش فذهب إليه أبو بكر فعلموا ان محمد مصور اي مصور. وفي بعض الروايات ان محمد اصابه السحر بالعمل والروايات بتقول ان محمد قعد 6 شهور مسحور وفي روايات اخرى ان محمد قعد 1 سنة مسحور. انا في الفترة دي صاحب ده خلي بالكوا بيقلل الاشياء دي انا زهقت زهور كامل. السؤال اللي ضغط ذهني في الفترة كيف يكون رسولا وكيف يكون؟ قبل كده بقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب النبي نفسه ده مش وارد يا نبي. إزاي الشيطان يدخل في قلبه ويأثر فيه؟ لأن السحر
الشيطان بيخش في قلب الشخص من جوه، الشيطان بيخش في نفسيته، الشيطان بيخش في روحه، الشيطان بيلغي ذهنه خالص، يبقى الانسان ماشي بقوة اخرى هي اللي بتقوده. وكده مالي؟ طب ازاي كلنا بنقلبوا الشيطان؟ طب في فترة الست شهور ده مين اللي كان بيتكلم؟ هو ولا الشيطان؟ طب ممكن يكون قال ايات القرآن مش ربنا اللي قالها ولا هو اللي قالها؟ ممكن الشيطان اللي قالها.